بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الكون من حولنا وفي أنفسنا، وإن ذلك لباعث على الشكر. فإن الإنسان السوي المستقيم إذا أنعم عليه شكر، ونعم الله عز وجل كما نكرر لا تعد ولا تحصى، وإن مقتضى ذلك الشكر، وكما نكرر ومقتضى الشكر الطاعة، ومقتضى الطاعة إقامة الأوامر. فالذي يشكر الله تعالى على إحسانه وإنعامه عليه بالنعم الكثيرة يطيع، والذي يطيع يقيم الأوامر. ومن نعم الله عز وجل علينا التي لا تعد ولا تحصى نعمة إنعامه علينا بشريعة الإسلام. إن شريعة الإسلام نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، بل الشرائع عموما من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. ما من شريعة أنزلها الله عز وجل إلى أمة من الأمم إلا كانت لهم نعمة تستحق الشكر. فالشريعة نظام قانون يسير عليه الخلق في عبادتهم وفي حياتهم وفي معاملاتهم، وأعظم الشرائع شريعة الإسلام. أعظم نعم الله سبحانه وتعالى من الشرائع نعمة الشريعة التي أنزلت على المسلمين. فأنعم الله عز وجل علينا بنعمة هذه الشريعة التي وصل الحال ببعض الناس والعياذ بالله ممن يتسمون بأسماء المسلمين أن يرفضوا هذه الشريعة وأن يقاوموا إقامتها، ونعوذ بالله من الضلال والكفر والانتكاس. فهذه نعمة من الله، فكيف ترفض هذه النعمة؟ هذه نعمة من الله عز وجل اشتملت على كل ما فيه خير ومصلحة للإنسان. ففي عبارات مجملة نذكر لك بعض الوجوه التي تدل على هذه النعمة العظيمة، نعمة شريعة الإسلام. فالشرع حرم دمك ومالك وعرضك على الناس، جعل سبابك فسوقا وقتالك كفرا، حرم أن يشار إليك بحديدة أو أن تروع وأنت الآمن، حرم أن يباع على بيعك أو أن يشترى على شرائك أو أن تخطب مخطوبتك. حقيقة كل جملة من هذه الجمل فيها من التفصيل والأحكام الكثير، لكنها نعمة. كل تشريع من هذه التشريعات نعمة من نعم الله علينا. حرم دمك، حرم مالك، حرم عرضك على الناس، قانون ينظم هذه الحياة، جعل سبابك فسوقا. إذا سبك أحد فهذا فسق لأجل أن لا يكون ذلك في الناس. جعل قتالك كفرا، حرم أن يشار إليك بحديدة لأجل أن يكون المسلمون في أمن وأمان. حتى وعلى سبيل المزاح، لا يجوز للمسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة ولو على سبيل المزاح. هذا في شريعة الإسلام.
حرم أن تروع وأنت الآمن حتى ولو من قبيل المزاح كذلك، بل الحيوان في شريعة الإسلام يحرم ترويعه وهو آمن. ألم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أخذ ولد عصفور فقال من روع هذه في ولدها؟ فكيف بالإنسان؟ ومن حولنا الناس مروعون ليل نهار، وإذا قيل قال الله وقف الناس والعياذ بالله، وربما بعضهم ينتسب إلى الإسلام يقاومون قانون الله. أضرب لكم مثالا، لما انتشرت البلطجة جدا ولا تزال، قام بعض إخواننا في حزب النور في مجلس الشعب برفع قانون الحرابة إلى النظر وعرضه على الأزهر والجهات المختصة ونحو ذلك. قام إليهم من قام من هنا ومن هناك، قالوا لهم انتوا عايزين الغرب يقول علينا إيه؟ يقول علينا متوحشين. ولذلك البلطجة لم تنتهي ولن تنتهي إذا لم يقام شرع الله عز وجل. حرم أن يباع على بيعك أو أن يشترى على شرائك، أدب من خلال هذه الشريعة. لا يجوز أن يباع على بيعك ولا يشترى على شرائك، أو أن تخطب مخطوبتك، لا يجوز أنت تخطب ويأتي إنسان آخر يخطب. هذا كله ليس له حساب عند العلمانيين والليبراليين والغربيين. جعلك قيما على زوجتك، هذه نعمة من نعم الشريعة، ولكن هؤلاء انتكست فطرهم فجعلوا المرأة هي القيم على الرجل، حتى أنهم نسأل الله تعالى أن يرشد يعني كل من أراد الخير للبلاد والعباد إلى الخير، حتى أنهم مما الحقيقة تأثرت به جدا يوم أن سمعته، نسأل الله تعالى أن يرشده إلى الخير، هذا الرجل الطيب في نظري في الحقيقة الدكتور محمد مرسي، في أول خطبه كان يتكلم ويقول عشيرتي أهلي كذا، بعد يومين قال أيها السيدات والسادة. فانظر ضغط شديد جدا على الرجل، انت هتقعد تقول لنا عشيرتي؟ احنا فين هنا؟ احنا هنا في ابو بكر وعمر لا غير اللهج. فجعلوا المرأة قبل الرجل حتى في الخطاب ونحو ذلك. من جمال الشريعة أن قدم الرجل على المرأة، لأن الله قدم الرجل على المرأة لعبر عظيمة فيها احترام لهذا واحترام لهذه، فجعل الرجل قيما على زوجته، وحرم عليها صيام النفل وزوجها شاهد، يحرم عليها أن تصوم صيام نافلة وزوجها حاضر معها غير مسافر، يحرم. هذا كله لا يعرفه العلمانيون والليبراليون ولا غيرهم، وسقط عليها إن هي منعت زوجها حقه. انظر، هذا أيضا لا يعرفونه. حرم على ابنتك أن تتزوج إلا بإذنك ورضاك، هذا لا يعرفه العلمانيون ولا الليبراليون فضلا عن الغرب. حرم على جيرانك أن يؤذوك، وعلى أولادك أن يعقوك. عندهم هم العيال ما فيش أي مشكلة، يمشي بعد 15 سنة يروح يشوف مصلحته، والبنت تشوف مصلحتها، والعلمانيين عندنا نفس الكلام، والليبراليين نفس الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى التجار أن يغشوك، أمر الناس بالتواضع وخفض الجناح لك ولين الكلام معك وبإكرامك إن نزلت عليهم ضيفا، حتى جعل لك حقا حق الضيافة، لك حق واجب على المضيف، إن لم يؤده إليك جاز أن تشكوه عند القاضي. انظر، حق الضيف الذي لا يسمع عنه الغرب ولا يعرفه، لا يعرفون حاجة اسمها حق الضيف عندهم. وبتشميتك إذا عطست فحمدت قالوا يرحمك الله. كل ذا من الشريعة، كل هذا من شريعة الإسلام. تعطس تقول الحمد لله، المسلمون لازم عليهم أن يقولوا لك يرحمك الله، يدعون لك. تشريعات جميلة عظيمة تبعث على الود والحب بين المسلمين. جعل تبسمهم في وجهك صدقة وعبادة. المسلمين من وجوه الصدقة في شريعتهم أن يتبسم في وجه أخيه. شرع القرض
لتفريج كرباتك. الغرب ما يعرفوش حاجة اسمها قرض شخصي. قرض شخصي دي ما يعرفوهاش، ما يعرفوش غير القروض المنظمة من خلال المنظمات، وطبعا لابد أن تكون قروضا ربوية. شرع القرض لتفريج كرباتك، المسلم يدي المسلم من غير أي فائدة دنيوية، يبتغي بذلك وجه الله، تشريع رباني، لأن الله وعده بالأجر. ورغب الناس في زيارتك إن مرضت، ووعد عليها بالأجر العظيم. الأدلة كثيرة جدا، إذا ذهبت لمريض كان معك فيه، إن كنت في المساء في الصباح كان معك 70,000 ملك، وإن كنت في المساء كان معك 70,000 ملك. الغرب ما يعرفوش الكلام ده، العلمانيين ما يعرفوش الكلام ده، الليبراليين ما لهمش دعوه بالموضوع ده أصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. جعل دية أصبع منك 10 من الإبل، صبعك ده ديته 10 من الإبل، 10 من الإبل يعني يوصل 100,000 جنيه، صبعك ده تمنه يوصل 100,000 جنيه. عند الجماعة بتوع كهنوت الفرعون القديم صبعك ملوش قيمة، وممكن في الآخر يطلع اللي قطع لك صبعك يطلع السلام عليكم وشجرة ويمشي، والفعل الفاضح عند أي حد تاني يروح، ومجد الخطيب تقتل الرجل ويا مذكورة ويروحوها، وسعيد صالح ثروة قومية. لكن واحد بدأ لما عمل حاجة سيئة وإحنا مش بندافع عنه مخطئ، ولكن كل ابن آدم خطاء، يفضحوه في الشوارع والإعلام، وسنة ونص سجن، سنة ونص سجن. وعمر حمزاوي في عز الليل في رمضان وعلني، ولا حد يقول له أنت بتعمل إيه، إنما لو واحد ملتحي يفضحوه، لأنهم مش عايزين يفضحوا الشخص، عايزين يفضحوا اللحية اللي بترمز للإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل، كرها في دين الله سبحانه وتعالى. أمر الدولة الإسلامية أن تفديك وتفتديك بكل ما تقدر عليه إن أسرك العدو. وقعت أسير مش يرموك في داهية، المصري ملوش أي قيمة مثلا، يترمى في أي نصيبة في أي بلد ولا حد يدور عليه، لا، الإسلام جعل الدولة الإسلامية تبذل كل ما تملك لأجل أن تحرر هذا الأسير. فإن مت أمر بتغسيلك وتكفينك ودفنك سترة لك وكرامة. ورغب الناس في الصلاة عليك واتباع جنازتك، وأمر بالإحسان إلى أولادك اليتامى، فكافلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. كل هذا في الشريعة الجميلة اللي للأسف بعض الحمقى ممن يسمعون لوسائل الإعلام عفاشة ومعفاشة، والعياذ بالله، يخرجون على الناس ويقولون شريعة إيه ومش عارف إخواني وسلفين إيه ومش عارف إيه. هذا كله رد لدين الله سبحانه وتعالى في ألفاظ أشبه بالألفاظ القديمة، الإرهاب، التطرف. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالفضل والنعمة من الله سبحانه وتعالى، شرع لنا الجهاد، ولولاه لداهم العدو ديارنا فأفسد البلاد والعباد، شرع لنا الزواج والتعدد، شرع لنا القصاص، شرع لنا فيه حياة، شرع لنا الاستخارة نستخيره في أمورنا، شرع لنا العيد نفرح ويعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، شوقنا إلى الجنة خوفنا من النار، شرع لنا الهدية لإدخال السرور وتوطيد المحبة، شرع لنا إفشاء السلام وإطعام الطعام، أمرنا بصلاة الجماعة، ولولا وجوبها لما لاق بأمثالنا أن يدخل بيوت الله، لولا وجوبها ما لاق أن ندخل هذه البيوت الشريفة، دي بيوت ملك الملوك، بيوت الملوك في الدنيا ما يدخلهاش إلا أنواع معينة من الناس، هذه بيوت الله، لولا فضل الله علينا ما كان من أمثالنا أن يدخلها، لأنها بيوت أعظم ملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى.
رفع عنك الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه، خفف عليك الصلاة من 50 إلى 5، رخص لك في الجمع والقصر أحيانا. كل دي شريعة، كل دي شريعة. اللي المجرمين بتوع الإعلام لما يهاجموا الشريعة يعودوا يجيبوا بس الحدود بس، كل دي شريعة. ما كلمناش عن حاجة في الحدود تقريبا، حتى القصاص مش من الحدود. نعم. قال رخص لك في الجمع والقصر أحيانا وأجاز لك الصلاة قاعدا بل ومضطجعا إن كنت معذورا تيسيرا عليك ورفعا للحرج، أسقط عنك الحج إن لم تستطع إليه سبيلا، رخص لك في إفطار رمضان إن كنت من أهل الأعذار مع القضاء أو الفدية، هون عليك الصيام فقال أياما معدودات. تذكرت هذه الآية لما قال الأخ أيمن في سؤاله، هذا سؤال الليلة الرابعة، الليلة الرابعة ده احنا لسه امبارح بادئين رمضان، الليلة الرابعة. وصدق الله عز وجل إذ يقول أياما معدودات، وكل معدود سريع وكل محسوب قليل، ولذلك قال أياما معدودات. فتح باب التوبة ليل نهار يبسط يده فهل من عودة، لم يعاجلك بالعقوبة بل أمهلك لتتوب. كم من الذنوب نرتكب ولا يؤاخذنا الله بها، ولو آخذ الله الناس بذلك ما بقي على ظهرها أحد، وذلك لأن الله يمهلنا علنا نتوب. قال الله تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، أعطاك ليلة القدر خير من 1000 شهر، شرع لك الدعاء تناجيه، شرع لك سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، جعل ركعتي الضحى كإخراج 360 صدقة، أعطاك على قولك سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، حصنك بالأذكار فلا يقربك شيطان، أعطاك بكل حرف في القرآن تتلوه 10 حسنات، إن دللت على خير أعطاك مثل أجر فاعله، وعدك بيتا في الجنة مقابل 12 ركعة من غير الفريضة، نهى الناس عن سوء الظن بك أو خيانتك أو حسدك أو الشماتة بك، حرم عليك احتقارهم وحرم عليهم احتقارك، والطعن في نسبك والغدر بك وهجرك فوق 3، نهى عن التغوط في الطريق التي تسلكها. كل دي شرائع، شرائع عظيمة جدا، احنا ربما بعضنا مش فكرها. لما يجي حد يكلمه يقول له الشريعة قطع الايد ومش عارف وزي ما قالوا قطع الودن كمان، يقوم يسقط في يده. اهو نقول لهم الشرائع العظيمة الجميلة دي. من الشريعة انه نهاك عن هجر اخيك 3 فوق 3 الا من ضرورة، هذا من شريعة الاسلام. نهاك عن التغوط في الطريق الذي يسلكه الناس، هذا من الشريعة الاسلامية، ان ممنوع حرام، هذا قانون إسلامي ويعاقب الناس على إذا خالفوه. نعم. لمصلحتك حرم عليك تناول السم والخمر المفسدة وطاعات الزنا المدمر، حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير والنجاسات والخبائث، حرم عليك الربا فأنت لا تقوى على حرب الله. تأمل نسبة المحرمات من الطعام والشراب والنساء والمعاملات، فإذا هي لا تذكر في جانب الحلال الطيب المباح. أمرك بكل معروف ونهاك عن كل منكر، هنيئا لك شريعتك وإسلامك. سافر رجل إلى بلاد الهند ونزل في أحد الفنادق، ثم استيقظ مبكرا على جلبة وضجيج، فسأل عن السبب فعرف أن هناك جنازة لرجل مات، لكنه لما نظر رأى نعشين، وفي الثاني امرأة مسجاة على خشب
تضطرب وتتحرك. فسأل مندهشا عن هذا فقالوا إنها زوجته ويجب أن تدفن وتحرق معها. هذه من شرائع الهند أو طوائف في الهند، إذا مات الرجل لابد المرأة تلحق به، ولذلك هذه شريعة عندهم، شريعة معتبرة عندهم. من أين أتوا بها؟ الشيطان يأمرهم بالفحشاء والمنكر، هكذا يأمرهم دينهم. أما إن ماتت الزوجة فهو يتزوج غيرها، فهل هذا دين؟ اللي بيقول لك حقوق المرأة المجرمين ويطلعون اللي والعياذ بالله الساقطات والساقطين، والعياذ بالله اللي يعملوها مستشارة واللي يعملوها مش عارف ايه، وهم أشبه بالرجالة والعياذ بالله، وعندهم عقدة من الإسلام ويهاجمون أحكام الإسلام. طب يروحوا يشوفوا تشريعات الشياطين والعياذ بالله. يقسم ويقول يقسم لي بالله أحد إخواني وكان مسافرا للخليج أنه فتح باب غرفة السكن يوما فوجد عاملا هنديا يسجد لعلبة البيفي، علبة البلوبيف، وعليها صورة البقر. هو شاف صورة الإله بتاعه على علبة البلوبيف راح سجد له على طول. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل استشعرت العزة التي أنت فيها أيها المسلم بانتمائك لهذا الدين العظيم؟ وليس هذا البحث مجال لعرض سخافات الملل الأخرى والأديان المحرفة، وإلا لطال المقام به. فهؤلاء يسجدون للفئران، وآخرون يعبدون الصلبان والأوثان، وهذا يتاجر في صكوك الغفران. فالحمد لله على العافية. إن الله عز وجل أنعم عليك أيها المسلم بنعمة العقيدة الصحيحة السليمة. أما غيرك أيها الموحد ففي ضلالاتهم يترددون، وفي ظلماتهم يتخبطون ويتحيرون. قرآنك يزيد على 6000 آية، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن تجد فيه معلومة غير صحيحة أو حرفا يخالف الحق. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. كم من إنسان اعتقد عقيدة وآمن بنظرية ثم تبين له بطلانها وفسادها فأصيب بحسرة وندم وخيبة دمرت كيانه. أما المسلم فينعم بأمان عقائدي عجيب لا مثيل له، إذ ليس في كتابنا حرف ينقض أو ينقض، فما من حدث يمر في الكون إلا وتراه مؤكدا أو مؤكدا لما فيه. قل الحمد لله أعطاك الإسلام وجعلك على السنة، فلست شيعيا تعبد الحسين، ولست صوفيا تعبد القبور والأولياء، ولست عقلانيا تقدس العقل وتقدمه على نصوص الوحي الشريف، وأنا أقول ولست ليبراليا ولا علمانيا تتنصل من دين الله سبحانه وتعالى وتعبد أنظمة الغرب الفاسدة. احمد الله على نعمة الإسلام، احمد الله فاسمك محمد أو أحمد أو علي، وليس اسمك جرجس أو بطرس أو عبد المسيح. احمد الله فاسمك ليس دميانة أو راشيل، اسمك فاطمة، اسمك خديجة. احمدوا الله على نعمة الإسلام، أن ولدنا من أبوين مسلمين. ماذا لو أننا ولدنا من أبوين كافرين؟ أو كنت تضمن أن تنجو من هذا الامتحان؟ أم أنك كنت ستبقى أمثال هؤلاء الكثيرين الذين لا يزالون يتعصبون لملة الكفر التي هم عليها؟ فيا لا من نعمة الإسلام نعمة، أكرم بها من نعمة، وكل ذلك من الله فضل. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من نعمة الله عليك أنك أدركت صاحب سنة يحملك عليها ونحن في زمان غربة. إنك من نعم الله إنك
تقيد أو يقيدك الله لصاحب سنة، مساجد سنة تعلمك الدين، هذا من فضل الله عليك. كم من إنسان يطوف حول القبور ويسعى حول أهل البدع وهو في ضلال مبين. احمد الله على هذه النعمة، فاحذر يا عبد الله أن يكون عمرك حجة عليك، واعلم أن الكفار يطلبون الخروج من النار لعمل الصالحات التي أنت تعملها الآن. فاحمد الله على توفيق الله لك وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الشريعة الإسلامية، فأنت في نعمة لا ينافسك فيها أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام، وأن ينعمنا بنعمة شريعة الإسلام، وأن يأذن لشريعته أن تسود وأن تعود، وأن يرد عنها كيد الكائدين وظلم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.